الجاهزية البدنية مطلوبة في مثل هذه الفترات. ممتازة العملية، عكس الهجوم، التسديد للمراوغة الأولى، لكن تمشي من جديد. خالد المليتي، المليتي يضيف ثاني أهداف نادي حمام الأنف. باهتة دفاعية، تتواصل إشكالات دفاع الترجي الرياضي التونسي. خالد المليتي في دقيقة ونص لعب من الوقت الإضافي الأول يضيف الثاني، يضيف ثاني أهداف الهمهامة. ماذا يدور في دفاع الترجي الرياضي التونسي؟ تائه المشاني، غائب اليعقوبي، وحاضر المليتي في تسجيل ثاني أهداف نادي حمام الأنف. جوزي أنيغو، التوصيات كيف سيكون الحال؟ قلت ممتاز المرور من ماهر بن الصغير، هذه هي تغييرات معين الشعباني. التمريرة خالي من كل رقابة، لا وجود لأي مدافع، ما يتحمل حتى مسؤولية الحارس سامي هلال. البديل يأتي بالحل، خالد المليتي. 2-1 للهمهامة، لكن المباراة ما زالت طويلة، ما زالت المباراة طويلة بالنادي.